السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الشابتر الجديده ديال لي زانفونتور او بيان لي طراو دو فان ديكزيرسيس. في لي فيديو اللي فاتوا شفنا لي زامورفيزمون، هاد المره غنشوفو لي بروفيزيون. دونك هاد لي بروفيزيون، يعني هاد الشابتر ديال لي بروفيزيون متكون من جوج ديال لي بارتي اساسيه اساسيين، هي لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون، اي بارتي الثانيه هي لي بروفيزيون بور ريسك شارج. دونك انا غنبازي بزاف على لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون، حيت هي اللي طلبوا الاخوان انا نديرها، خصوصا لي كريونس اي لي تيتر، حيت هما اللي كيكونوا في غالبيه الامتحانات ديال هاد لي زانفونتير او لا لي بروفيزيون، كيكونوا بزاف لي كريونس اي لي تيتر. دونك غنبدا هاد لا فيديو ان شاء الله، غندير فيه واحد المدخل عام على هاد لي بروفيزيون، خصوصا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون. ان شاء الله لا فيديو الثاني غندير فيه لي كريونس، الفيديو الثالث غندير لي تيتر، و في الفيديو الاخير ان شاء الله غندير فيه لي بروفيزيون بور ريسك شارج. دونك غندير واحد المدخل على لي بروفيزيون. هاد لي بروفيزيون عكس لي زامورتيسمون، سيغتان اليمون داكتيف سيبيس ان اموندريسمون ا كاركتير ايريفيرسيبل، سا فو دير لي زامورتيسمون، سا فو دير لي زيموبيليسون امورتيسابل بحال لي ماتيريال بحال لوتياج. لورسك لو كاركتير دو سيت بيس دو فالور ني با ايريفيرسيبل، يعني العكس ديال لي زامورتيسمون، ليمون داكتيف كونسيرن فورا لوبجي دون بروفيزيون بور ديبريسياسيون. سي بون، ملي انا ملي واحد ليليمون يعني ما يمكنش تطبق عليه انا لا ديبريسياسيون ايريفيرسيبل، سافي دير شي واحد العام كينزل القيمه ديالو، واحد العام كطلع، واحد العام كتنزل، واحد سي بون، يعني لا بيس ديالو ني با ايريفيرسيبل. دونك فهاد هاد ليليمون يعني كونسيرن فوا لوبجي دون بروفيزور بور ديبريسياسيون. سي بون، وماشي غير لاكتيف بوحدو، يعني ماشي غير لي زيليمون داكتيف بوحدو اللي كنديرهم يعني لي بروفيزيون، يعني كاينين لي شارج، يعني باغ ايغ الي ايفونتويلمون بوسيبل دو كونستاتي دي بروفيزيون بور كوفري اون شارج او ان ريسك فيتور، يعني ماشي بالضروره يكون الاكتيف ايموبيليتي، كاين حتى دي شارج كنديرهم لي بروفيزيون. دونك الهدف من هاد البروفيزيون هذا هو اننا نغطيو واحد لا شارج ولا واحد الريسك ولا واحد لا ديبريسياسيون بروبابل غتكون، يعني غنتوقع عنها غتجي، دونك كنكوفريها من دابا باش ما نتسناو حتى ديك المرحله عام نتاعو في المشكل. دونك اون فوا كنتوقع وكنديرو استيماسيون بلي غتكون لا ديبريسياسيون فواحد ليليمون، يعني فواحد لان ان، دونك كنديرو البروفيزيون من دابا. سي بون، دونك غنبدا بلي بروفيزيون بور ديبريسياسيون. هاد لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون سي لا كونستاتاسيون كونطابل، يعني لا ديفينيسيون ديالها سي لا كونستاتاسيون كونطابل دان اموندريسمون دو لا فالور دان ليليمون داكتيف ريزولتون دو كوز dont les effets ne sont pas irréversibles, yani l'ex de l'amortissement. Il constate donc un appauvrissement de l'entreprise. Appauvrissement de l'entreprise et yani kayfqar l'entreprise. Donc had l'amoindrissement de la valeur de l'élément hada, yani fdik le waqt ghaydirna wahed ghayenzlna lqima dial aw la ghaydirna appauvrissement العكس ديال لونغيشيسمون ديال لونتربريز. سي بون، ولكن هاد لابوفريزمون ني با ديفينيتيف، مي ني با ديفينيتيف بحال الشكل ديال لامورتيزمون، يعني ملي انا عرفت انا واحد الماتيريال ملي شريته انا في العام الاول، من دابا 5 سنين عرفت انا يعني غيموت، يعني كل عام كطيح كيطيح منه شويه، كتكون هاد ديبريسياسيون. انا متاكد يعني مع اسباب ديال بروغري تكنيك ولا لو طون ولا ليزاج داكشي، متاكد ان ديك لا ديبريسياسيون يعني ديك لا بوفريسمون غتكون ديفينيتي حقيقيه، سو كي سينيفي كي لي كو بروبابل اي نو اونكور سيرتان. ملي كنمشي ان لي بروفيزيون هاد لا بوفريز هاد لا بوفريسمون راه غير بروبابل احتمالي، انا كنقول بلي واحد لاني ان راه واحد هذاك لي نيمو راه غطيح القيمه ديالو، دونك كندير احتمال من دابا بلي غطيح القيمه ديالو. سي بون، يعني هي probable كتسمى غير الاحتمال. سي بون، باقي ما طرات، يعني نو اونكور سيغتان، ولكن احتمال من دابا دونك ندير بروفيزيون. دونك هذا هو البروفيزيون بور ديبريسياسيون. هاد لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون بوتيتر كونسيبي سوا بور يا اما سيغتان اليمون داكتيف اموبيليزي، سافي دير دوك لي زيموبيليسيون نو امورتيسابل، يعني كاين يعني واحد ثلاثة ولا أربعة. عندنا لي زيليمون داكتيف سيركيلون، كنهضر على لي كريونس لي ستوك لي تي في بي اكسيتيرا. عندي لا تريزور اكتيف بحال دوك
يعني لا بانك لا كاس اكسترا. دونك غنبدا بالبروفيزيون بور ديبريسيسيون دي زيموبيليزاسيون. دونك غندير واحد يعني غنعطيكم غير يعني تريتمون كونطابل ديالهم، غنعطيكم شنو هما لي زيليمون اللي كانت بروبليم البروفيزيون في كل يعني في لي زيموبيليزاسيون يعني لاكتيف سيركيلون اكسترا. وغندير غنعطيكم يعني التريتمون كونطابل ديال كيفاش كنحسبوا كيفاش كان كيتدار البروفيزيون في الجورنال او نيفو ديال الجورنال يعني او نيفو ديال لا كونطابيليتي. ان شاء الله في لي فيديو اللي جايين يعني غنحاول نشوف كيفاش كيتحسب البروفيزيون يعني في لي كريون لي تيتر اكسيتيرا. دونك هذا هي مدخل عام على هاد بروفيزيون بور ديبريسياسيون. دونك بالنسبه لي زيموبيليزاسيون يعني كونسيرن لي زيموبيليزاسيون نو امورتيسا تيل كو لي تيران يعني سيغتان اموبيليزاسيون انكوربوريل اي دي زيموبيليزاسيون فينونسيير. دونك بالنسبه لي موبيليزاسيون يعني انكوربوريل غنبدا بالانكوربوريل او لا يعني انكوربوريل نبدا الانكوربوريل هل لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل بحال الفون كوميرسيال بحال الدوا او باي اكسيتيرا. يعني كاين دي زيليمون يعني في دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل كندير يعني ما يمكنش نطبق عليهم لا ديبريسيسيون ايريفيرسيبل، دونك كنطبق عليهم لا ديبريسيسيون بروبابل. سي بون باش مرة كيطلعو مرة كيدل اكسيتيرا. دونك كنديرو في الدي بي يعني دوتاسيون ديكسبلوطاسيون aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Ce crédit qu'on a des provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles. C'est bon? Bah, que les amortissements. Bah, quand constater une dotation de l'amortissement, quand constater la dotation de la provision. Dotation, provision. Pour les immobilisations corporelles. En général, les immobilisations corporelles quand on a l'amortissement. Okay. Certaines des émulations quand j'ai la provision. Bhalash, bhal les tirants. C'est bon? Les tirants quand j'ai la provision. Bhalash, hidash tawa, même quand je peux aller, la dépréciation est réversée. Donc, DB, les canaches de la dépréciation, les tahts de nous, ou là, les moutaouka, n'aratkoun, les gens se mettent à la perte, on se met à la dépréciation probable. سي بون كان اونغوجيستري باغ اكزومبل قلت بلي يعني هاد العام هذا واحد التيران ساوي 200,000 درهم يعني كندير واحد الاستيماسيون كنقول بلي يعني هاد الشيء راجع لعدة الاسباب. ممكن يعني كما قلت لكم في الاول ممكن داز شي اوتوروت او لا يعني خرجوا يعني المواطنين من ديك المنطقه ولا تزاد شي حاجه ولا قصات شي حاجه اكسترا. المهم الثمن ما بقاش كما كان. سي بون كندير واحد الاستيماسيون ديال ان الترا غيفقد واحد 10% من القيمه ديالو. دونك شنو هو البروفيزيون كندير ديك الشيء باش الشريط او داك الثمن ديالو. دابا ديك لو بورسونتاج ديال ديبريسياسيون هو البروفيزيون وهي دوتاسيون ديال البروفيت. سي بون donc dotation d'exploitation provision pour dépréciation des immobilisations corporelles et des provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles de crédit. C'est bon. Donc comme chez les immobilisations financières, les immobilisations financières, les prêts immobilisés, les créances financières ou les titres de participation, il y a un lien bien au niveau de la vie digitale, inchallah. C'est chez les qui compte bien au niveau des examens. دونك هاد لي زيموبيليزاسيون فينونسيير يعني تا هما كيكون ما كيطبقش عليهم ديك ديبريسيون ايريفيرسيبل يعني كنطبقو عليهم البروفيزيون. دونك كندير في الدي بي دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير كندير في كريدي بروفيزيون بور ديبريسيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير. سي بون. دونك غنمشي للبروفيزيون بور ديبريسيسيون دي زيليمون داكتيف سيركيلون. C'est bon? Et là, la provision pour dépréciation des immobilisations. D'abord, on a la provision pour dépréciation des éléments d'actifs circulants. Donc, l'actif circulant, je fais la provision pour dépréciation. L'actif circulant, je fais les stocks, fait les créances, fait les TVP, fait trésor actif. Trésor actif, c'est acheté 4 l'actif circulant. حيتاش ماشي كاين لاكتيف سيركيلون اور تريزوري كاين لاكتيف سيركيلون اون جينيرال. دونك انا دخلت لاكتيف سيركيلون اون جينيرال.
Donc, fin de la vidéo, inshallah, il est au niveau du traitement comptable, parce que j'ai des nombreuses dettes, on a les stocks pour trésor actif. Je vais vous dire que vous avez fait telle vidéo, je vais vous dire. Donc, on a les stocks ou les créances, on a les provisions d'exploitation. Je vais vous dire pour trésor actif, on a les provisions financières. J'ai dit. Donc, je vais vous dire les stocks. On dit, au jour de l'inventaire, il y a une provision à mettre dans le stock. Par exemple, on dit, quand on a l'inventaire, il y a le 31-12N. اسمحوا لي نعاود قلت لكم او جور ديال لافونتير يعني 31 دوز ان كيكون عندي كنلقى في ستوك يعني واحد ستوك فينال كنلقى ستوك فينال سي بون باغ اكزومبل ديال 8000 درهم يعني في هذا ستوك فينال يعني لا فالور كونطابل ديالي 8000 درهم يعني او نيفو ديال لا كونطابيلتي يعني قيدت 8000 درهم سجلت 8000 درهم ولكن يعني لا فالور غيل ديال الحقيقيه الا مشينا او نيفو ديال الستوك وحسبنا بيدينا كنلقى واحد لا ديبريسيسيون ديال 1000 درهم او لا يعني واحد باغ اكزومبل 1000 درهم واحد لا ديبريسيسيون ديال 10% ولا سي بون حيت غالبا كتلقى ستوك يعني فيه واحد شي مشتت هنا وهادي دونك كتكون واحد لا ديبريسيسيون كنديرو حنا التوقع داك لا ديبريسيسيون سي بون قال لك هنا او جور دو لانفونتير سي لا فالور ريال دو ستوك انفيريور ا سا فالور كونطابل دونك لونتربريز كونستيتي دي بروفيزيون كوريسبوندون او موان فالو سور لي ستوك الا كان يعني الا كانت لا ديبريسيسيون الا كان داك الانخفاض باغ اكزومبل انا عندي 8000 في لا كونطابيلتي ولكن في الحقيقه يعني او نيفو ريال لقيت 7000 دونك ديك 1000 درهم هي البروفيزيون سي بون الا كان العكس ان او نيفو ديال لا كونطابيلتي انا عندي 8000 ولكن ملي مشيت للستوك لقيت 9000 دونك بلي فولي دونك هذاك ماشي بروفيزيون هذاك هو كيتسمى البرانسيب دو بريدونس احترمنا البرانسيب دو بريدونس ديال الحيطه والحذر دونك كان كونستاتي في البروفيزيون غير المون فاليو بلي فالي لا دونك او نيفو ديال تريتمون كونطابل ديال هاد ديبريسيسيون ديال لي ستوك كندير دوتاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون بور ديبريسيسيون دي ستوك في كل ديك كندير بروفيزيون بور ديبريسيسيون دي ستوك دو يا اما ماتيغ بروميير مارشانديز برودوي جيني اكسيتيرا بالنسبة لا تريزوري اكتيف يعني اون جينيرال يعني بالنسبة لا بانك ولا كاس هادو ما فيهمش لا ديبريسيسيون يعني اون جينيرال اون برانسيب يعني ما فيهمش داكشي يعني كاين دي كا اكسيبسيونيل باغ اكزومبل ملي يعني واحد لو شيك ام بي اي ولا شي حاجه بحال هكا واحد الكليان يعني عطانا واحد الشيك يعني ديال خلصنا بواحد الشيك يعني مشينا حنا لابون باش نصرفو ما لقينا فيه والو دونك هذاك عنده مشاكل يعني مشاكل كبيره او نيفو ديال التريزور ديالو دونك حنا خصنا نتوقعو ملي واحد 10% ولا واحد البورسونتاج ديال لا ديبيزيسيون غتكون سي بون Les comme principe, les avoirs en espèces et en banque ne subissent pas aucune dépréciation sauf cas exceptionnel, par exemple le cas de chèque impayé, compte bancaire litigieux, etc. C'est bon? Mais qu'est-ce qu'on dit? Il y a un niveau de la trésorerie et de la provision. Donc, on dit dotation aux provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie, c'est-à-dire la banque ou la caisse. Il faut que l'idée qu'on dit provision pour dépréciation des comptes de trésorerie. C'est bon? ديما في اونيفو ديال لي بروفيزيون باش نحسبو كندير المونطون ديالي فوا داك لو بورسونتاج ديال ديبريسياسيون داكشي اللي كيخرج هو الدوتاسيون او بروفيزيون سي بون دونك لا فيديو الجايه ان شاء الله غنشوف لي كريونس اللي حيت هي اللي اساسيه بزاف من بعد ثاني غنشوف لي تيتر نشوف لاجوستمون دو بروفيزيون نشوف يعني لا سيسيون دي تيتر اكسيتيرا نتمنى يعني تفهموا هاد لانتروداكسيون هادي والسلام عليكم